بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم في هذا الدرس الخامس من دروس مايكروسوفت باوربوينت، وسنتحدث فيها عن إدراج مقاطع فيديو داخل الباوربوينت. هناك أكثر من شكل أو طريقة لإدراج مقطع فيديو في الباوربوينت. ننشئ سلايد جديد، هذا سلايد جديد فارغ، صفحة جديدة. الطريقة الأولى insert video online video، يعني المقطع الفيديو موجود أصلا على الإنترنت، غالبا ما يكون على اليوتيوب، ويمكن أن يكون مواقع أخرى لكن سنجرب على اليوتيوب. online video. الطريقة الثانية، الفيديو موجود على الجهاز on my PC، يعني أكون قد نزلته أنا من الإنترنت على الهارد ديسك، أو ربما سجلته بواسطة الموبايل مقطع فيديو ثم وضعته على الهارد ديسك، ثم أريد أن أضعه داخل الباوربوينت. فيديو، نبدأ بفيديو أونلاين فيديو، نبدأ بالأونلاين فيديو. فيظهر لي insert video on YouTube. طيب، أنا اخترت هذا المقطع فيديو. What is an information system؟ سيتحدث عن information systems. Information is an organized set of seemingly related data. A system is a method. مقطع يشرح بعض المفاهيم تتعلق بالinformation systems. ما يهمنا هو رابط المقطع، وهو هذا. طيب، نأخذ هذا الرابط، Ctrl C Ctrl V، هنا Ctrl V ثم Enter. طيب، أحضر لي نفس الفيديو، أختاره، كليك عليه ثم Insert. طيب، اليوتيوب الآن، رابط اليوتيوب، ليس الفيديو كاملا موجود هنا، وإنما مجرد رابط، يعني عندما أخزن هذا الملف لن يزيد حجمه عن الحجم الطبيعي. لماذا؟ لأن الفيديو لا يزال على اليوتيوب، وهذا فقط رابط. طيب، ماذا أفعل به؟ عندما أذهب إلى السلايد شو، وأعمل كليك عليه، لكن يحتاج بضعة ثواني حتى يرتبط بالموقع اليوتيوب، فتظهر علامة اليوتيوب. الآن يمكن تشغيله من هنا، يعني أنا لا أزال في الباوربوينت. Information is an organized set of seemingly related data. A system is a method or process of grouping things together. You may or may not have wondered how these two terms have. طيب، إذن يمكنني الاستمرار ب عرض السلايدات، و مقطع اليوتيوب موجود عندي في السلايدات. ماذا يمكن أن أفعل هنا؟ يمكن عمل play و pause، إيقاف، رفع الصوت، مثل ما نفس الخيارات الموجودة في اليوتيوب. السيتنج، الذهاب إلى اليوتيوب، بالضغط على هذا يمكنني الذهاب إلى صفحة اليوتيوب الرئيسية التي تحوي هذا المقطع، أو فول سكرين. طيب، وهناك خيارات أخرى كما هو متاح في اليوتيوب. طيب،
هذا واحد. هناك بعض الأشياء التي يمكن أن أقوم بها هنا، لكن سنتركها إلى الخيار الثاني التي يمكن التحكم من خلالها بالفيديو بشكل أكبر، لأن هذا الفيديو هنا هو من اليوتيوب، فالتحكم فيه يعني ليست كل الخيارات متاحة هنا لأنه يأتي من اليوتيوب. طيب، فلنفتح سلايد ثاني ثم نذهب إلى Insert و Video. Video on my PC. طيب، إذا اخترت on my PC يمكنني الاختيار من الصفحات أو من الفولدرات، أحضره من الفولدر، يعني من الفايل إكسبلورر، هذا الملف drag and drop على السلايد. طيب، ونفس النتيجة فيما لو أدرجناه من الانسرت ثم فيديو on my PC. طيب، الآن الفيديو موجود هنا، ماذا يمكن أن أفعل به؟ مرة أخرى لو ذهبنا إلى السلايد شو يمكنني أن، طيب، هذا يتحدث عن سايبر سيكوريتي، يمكنني تشغيله من هنا. Over 200,000 cyber against cyber criminals. Here's just cyber incident oversee the implement website to learn for security minute. ويمكن التحكم بالصوت أيضا. طيب، الفرق بين هذا المقطع والمقطع السابق أن الأول كان الرابط كان يأتي برابط من اليوتيوب، بينما هذا المقطع موجود على الهارد ديسك. طيب، الآن ماذا يمكنني أن أفعل بهذا؟ هناك قائمتين جديدتين تخصان هذا المقطع، الأولى هي الفورمات والثانية هي البلاي باك. الفورمات تشبه إلى حد كبير الأمور التي يمكن فعلها مع أي صورة موجودة على السلايد، مثلا إضافة إطار، بعض المؤثرات مثل ظل وانعكاس، نفس الأشياء التي تحدثنا عنها عن الصور، bring it forward or backward، لو كان هناك شكل آخر هنا أيهما فوق الثاني وهكذا. طيب، هذا بالنسبة للفورمات، لن نقضي وقتا هنا، نذهب إلى البلاي باك. البلاي باك الآن ماذا نريد أن فيما يخص البلاي، تشغيل الفيديو هذا، ماذا يمكننا أن نفعل؟ أول شيء، هل تريد أن من المقطع أن يعمل تلقائيا أم لا يعمل إلا عند الضغط عليه بكليك؟ أوكي، كليك يعني عند التنفيذ المقطع موجود لكن لا يعمل إلا عند الضغط على بلاي. طيب، الحالة الثانية هي أوتوماتيكالي. أوتوماتيكالي يعني عندما أنتقل من هذا السلايد، الآن أنا هنا في رقم 7، الآن 8. المقطع تلقائيا. طيب، إذا هذا حسب الحاجة، هل تريده أن يعمل تلقائيا أم عند الضغط عليه؟ بلاي فول سكرين، هل تريده أن يملأ الشاشة؟ هايد وايل نوت بلاينج، لأن السلايد يمكن أن يحوي معلومات أخرى، مثلا عندي هنا عنوان، هنا شكل، هنا نقاط، وطبعا الفيديو حاله حال أي شيء آخر، يمكن تكبير حجمه، تغيير موقعه. طيب، وربما يكون عندي هنا نصوص أريد أن أقرأها في البرزنتيشن أثناء الحصة أو أثناء البزنس برزنتيشن، فهذا الخيار hide while not playing، يعني يخفيه عندما لا يكون شغالا. طيب،
loop until stopped. يعني يعيد يكرر المقطع مرة أخرى. إذا وصل إلى آخر المقطع يعمل مرة أخرى. يشتغل مرة أخرى. Loop. دورة كاملة. طيب. وهناك أيضا ما يسمى بالفيد ديوريشن. الفيد. ما هو الفيد؟ الفيد هو يعرفه المختصون بمونتاج المقاطع الصوتية وكذلك مقاطع الفيديو. عند الدخول إلى المشهد يبدأ بصوت منخفض جدا ثم يرتفع من الصفر. يبدأ من الصفر تقريبا ويرتفع إلى أن يصل إلى الصوت الطبيعي. ثم عندما ينتهي المقطع في آخر لحظة ينخفض إلى أن يختفي. وهذا مشاهد كثيرا في كثير من المقاطع المنتجة في التلفزيون والمشاهد السينمائية وما شابه. طيب، فإذا أردت أن تقوم بهذه العملية فتغير من هنا عدد الثواني التي سيرتفع فيها الصوت من الصفر إلى الطبيعي، وهي ما يسمى بالفيد إن. مثلا ثلاث ثواني. طيب، وعند النهاية نريد أيضا ثلاث ثواني. طيب، فلنجرب هذا الأمر. Over 200,000 cybersecurity jobs are unfilled in the U.S. If you're interested in helping protect against cyber confidence in the connected world, I'm Steve Spano from CIS with today's Cybersecurity Minute. تلاحظون أيضا الثواني الثلاث الأخيرة الصوت انخفض من الصوت الاعتيادي إلى الصفر على مدى ثلاث ثواني. هذا ما يسمى بالفيد إن والفيد أوت. طيب، نقطة أخيرة يمكن أن نعمل تريم للفيديو. نقطع مقطعا واحدا أو نظهر نعمل بلاي لمقطع صغير من الفيديو، ليس كل الفيديو. مثلا أريد هذا الفيديو أن يتم يعمل بلاي مثلا من الثانية 25، هذه 25، إلى الثانية مثلا 45. ما قبل 25 لا أريده أن يظهر، وما بعد 45 لا أريده أن يظهر. طيب، هذا ما يسمى بالتريم. فتريم فيديو من، أريد أن أبدأ من 25. طيب، إلى مثلا 45. أوكي. طيب، الآن using various coding languages. Cyber incident responders investigate incidents like data breaches. They have a sophisticated understanding of cyber criminals' attack methods. Security architects oversee the implementation of networks and computer security in an organization. If you're interested in these or other cybersecurity... فالعملية التريم يستقطع من الفيديو المساحة أو المقطع الذي أحدده أنا من الثانية كذا إلى الثانية كذا. ما قبله وما بعده لا يظهر في البلاي. هذا ما يتعلق بالفيديو. هناك بعض الأمور الأخرى غير مطلوبة، قد يكون أهمها هو هذا الأوتوماتيك ستارت أوتوماتيكالي أو أون كليك حسب الحاجة، وكذلك الفيد إن والفيد أوت والتريم. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن إدراج مقاطع صوتية. هذا كان عن الفيديو، القادم إن شاء الله عن الصوت، وهو لا يختلف كثيرا عن الفيديو، يشتركان في كثير من المهام أو الأدوات، لكن سنرى في الدرس القادم إن شاء الله كيفية إظهار أو كيفية إدراج
المقاطع الصوتية.